نروح لموضوع مهم تاني جدا، يعني موضوع مهم جدا. في امريكا الدنيا مقلوبه، تمام؟ قال لك السوشيال ميديا، المواقع المهمه اللي على السوشيال ميديا اللي ولادنا قاعدين قدامها 24 ساعه، في ال 24 ساعه بيكون فيها اعتداءات جنسيه خطيره جدا. الموضوع واصل في امريكا لمرحله كبيره، لدرجه ان هم لموا كل رؤساء التنفيذيين بتوع المواقع المهمه اللي الولاد قاعدين عليها على طول، وعملوا لهم جلسه استماع في الكونجرس الامريكي. جابوهم بقى يستجوبوهم، بقى يسالوهم ايه اللي بيحصل عندكم، كم الفيديوهات الجنسيه اللي بتتعرض على الاطفال مرعبه. يعني في رقم قدامي انا مش قادره اتخيله، 36 مليون فيديو في سنة 2023، تخيلوا. اعتداءات جنسية، تهديد، ما هو الطفل قاعد قدام الشاشة، ففي طبعا بيبقى متربصين كتير، فبيقوم متواصل مع الطفل يفضل يهدد فيه يهدد فيه يهدد فيه. حصل حالات عفوا انتحار كتيرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب المواقع دي. ده موضوع خطير على فكرة، ده موضوع خطير جدا، لان احنا دايما كنا بنشتكي من الموضوع ده هنا قبل كده، بس شكل الموضوع زياده. يعني دايما اسمع الامهات يقول لك انا ابني شاف فيديو غير لائق على موقع من المواقع، سواء فيسبوك سواء يوتيوب سواء السناب شات سواء التيك توك، انا ابني او بنتي شافوا حاجه ما ينفعش يشوفوها. في كمان شكوى تانية جت، الإعلانات اللي بتنزل، الولاد اللي بيلعبوا ألعاب على التليفون ويلاقي الإعلان نزل، الإعلان إعلان ما ينفعش يشوفه طفل، إعلان إباحي ما ينفعش يشوفه طفل. فالموضوع بره عمل ضجة كبيرة جدا، لموا كل بقى الناس بتوع إكس أو اللي هي تويتر سابقا، والتيك توك والسناب شات والميتا والفيسبوك، ولموا كل الناس رؤساء التنفيذيين بتوعهم وقعدوا يسألهم. النواب اللي قاعدين يسألوا الرؤساء التنفيذيين سألوهم أسئلة قاسية جدا، يعني تحس يعني يقولوا أنت إزاي تعمل كده؟ أنت إزاي سمحت بكده؟ أنت إزاي ما حمتش الأطفال؟ إزاي بتسمح أنه، وكمان واجه بالذات مارك زوكربيرج النائب واجهه وقال له ده في ايميلات مبعوثة لك، وطلع له الايميلات بالمناسبة، قال له في ايميلات مبعوثة لك بالخطر اللي حاصل، والناس عندك الموظفين عندك موظفين مهمين سألوك نعمل ايه نتصرف ازاي، وانت ما عملتش حاجة، انت سبت الاطفال يتعرضوا للخطر الكبير جدا ده، وسبت الاطفال يتعرضوا لتهديد مباشر لدرجة ان في اطفال انتحرت. مجموعة من الاهالي كانت موجودة في الكونجرس، ومارك زوكربيرج قام واعتذر لهم. يمكن الفيديو معانا يا جماعه لو تعرضوه معانا على الشاشه. قام واعتذر لهم، ما اعتذر لهمش من نفسه، هو النائب قال له انت طب انت شايف ان انت المفروض تعتذر ولا ايه؟ وافق وقام اعتذر لهم فعلا. شغلوا الفيديو يا جماعه. طيب ده فيديو الاعتذار، الراجل وقف واعتذر لهم، النائب ساله بقى قال له ايه؟ طيب ممكن ان انت تعوضهم؟ ممكن تعوضهم ماديا بقى؟ يعني انت عملت لهم خسائر، اللي خسرت بنتها واللي بنتها ماتت واللي ابنها مات والولاد التانيين اللي شافوا مقاطع ما ينفعش كانوا يشوفوها، هل هتعوضهم ماديا؟ بما ان انت بقى قالوا كده بالظبط، انت بليونير هتعوض الناس دي ماديا؟ ما ردش، لا مش هعوضهم ماديا، اعتذر لهم اعوضهم ماديا لا. فده خلاني يعني احنا لازم نخلي بالنا يا جماعه، لازم نخلي بالنا، الموضوع مهم وخطير لدرجه انه اتعمل له جلسة استماع في الكونجرس، جابوهم وقعدوا يسألوهم وحطوهم في خانة اليك، جابوهم. مش قادرة أقول لكم الجلسة كان شكلها عامل إزاي. طبعًا حاجة محترمة جدًا إن أنت تشوف حاجة زي كده، إن لما حد يغلط يتجاب ويتحاسب، فده حاجة محترمة جدًا.